وانا كنخرجها للزنقه باش تلعب مع الدريات، وكتشوف البنات كيلعبوا وانا كتبقى فيه وهي كتبغي تنوض تلعب وما كتقدرش مسكينه. وانا ما عنديش، وهاديك الدريه الصغيره كتبقى فيا الحلم ديالي هذيك البنت تعود تمشي بيتك الصباط. طلبت توافق معنا واليوم تحقق الامنيه ديالك، والجلابه هذا هو اللي غادي ان شاء الله اللي غادي تشري به الصف. بارك الله فيك، الله يجزيك بخير. الله يطول عمرك، الله يسترك، الله يحفظك، الله يخلي لك وليداتك. حققتوا لي هذا الحلم وهذا العواش، الله يسهل عليكم. اليوم غتشري الصف؟ اليوم ان شاء الله، باذن الله اليوم ان شاء الله ناخذ لها الصف. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى، مول الجلابه مع الفقراء. القصة اليوم ديال لبنى. لبنى شابة طموحة دارت بها الدنيا، عندها زوج تخلى عليها، هي مطلقة، عندها بنية عندها إعاقة. الأمنية ديال لبنى أنه تحقق واحد الحاجة للابنة ديالها سنين طوال وهي تتمنى هادشي، غادي نحققوا عليه اليوم إن شاء الله. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، ندخلوا عليها المطبخ فين كطيب. السلام عليكم. عليكم السلام. انت هي لبنى؟ هي انا. لبنى، احنا جينا لعندك ودخلنا عندك الكوزينه، كوننا عليك مجموعه من المعلومات، غادي تعاودي لي القصه ديالك من الاول، وانت ديك الامنيه اللي الامنيه ديالك بتتمنى انها تحقق، عاودي لي من الاول. السلام عليكم. انا عندي جوج بنيات تخلى عليا الراجل وخلاهم ليا، وانا دابا كنضرب عليهم تماره خدامه في قهوه في ميناج، وكيعقل عليا حتى شي واحد. الراجل خلاهم ليا وزاد، وانا كنضرب عليهم تمار. عندي جوج بنيات، بنيه صغيره يلا عندها 4 سنين مريضه ما كتمشيش، ديتها السبيطار ما قالوا لي عندها حتى شي حاجه، ودابا كندوز ليها الترويض ديالها نهار ايه نهار لا، وكندير لها ترويض غالي، وانا ما عنديش الفلوس باش ندير ليها ترويض. انا خدامه هكا في قهوه في الميناج، وخرج لي واحد الصباط كيدير 2000 درهم، وانا ما عنديش الفلوس، ما عنديش الفلوس. وانا يا بغيت هذيك البنت، انا ما باغا حتى شي حاجه، ما باغا والو، ما باغا لا دار لا فلوس لا حتى شي حاجه. انا بغيت تعاونوني في هذيك الدريه يشيو ليها الصباط ديال 2000 درهم ديال المشي، وانا كنخرجها للزنقه باش تلعب مع الدريات، وكتشوف البنات كيلعبوا وانا كتبقى فيه وهي كتبغي تنوض تلعب وما كتقدرش مسكينه. ومخرج لي الصباط في الترويض، مول الترويض مسكينه معاونني فيها، وخرجت لي الصباط ديال 2000 درهم، وانا ما عنديش. وهذيك الدريه الصغيره كتبقى فيا الحلم ديالي هذيك البنت تعود تمشي بيتك الصباط. طلبت شحال من واحد تقول لي واخا نعاونوك، شحال من واحد كيتخلى عليا. الصباط هذا عارفه انت فين كاين؟ عارفه، عندي النمره وعندي كل شيء. اليوم ان شاء الله غادي تدركي الصباط. ان شاء الله، الله يجازيك بخير. والجلابه تبع القصه ديالك، قالوا لي الناس جينا لعندك لقينا الحقيقي كدير الميناج وكتعاونيهم في الطياب. المعلومات اللي قالوا لقيناك في الكوزينه، وخدينا الاذن عند السيد مشكور توافق معنا، واليوم تحقق الامنيه ديالك، والجلابه هذا هو اللي غادي ان شاء الله اللي غادي تشري به الصف. بارك الله فيك، الله يجزيك بخير. الله يطول عمرك، الله يسترك، الله يحفظك، الله يخلي لك وليداتك. حققتوا لي هذا الحلم وهذا العواش، الله يسهل عليكم. اليوم غتشري الصف؟ اليوم ان شاء الله، باذن الله اليوم ان شاء الله ناخذ لها الصبه اليوم. هذيك البنيه انا بغيتها تمشي، ما بغيت حتى شي حاجه في هذه الدنيا، انا بغيت بنتي تمشي ان شاء الله، ونشوفها كتمشي وكتلعب مع الدريات، وتجري تاهي بسكين مع الدريات، وما لقيت لا حتى شي جهد. انا الميناج والتمار كنضرب عليهم، عندي جوج بنيات كنضرب عليهم التمار، وما عقل عليا حتى شي واحد ما كيعقل عليا. اللي ما ضربش التماره ولا ما خرجش ضرب التماره، لما كنصورش لهم نهارهم في هذه الخدمه هذه. الله يجازيكم بخير،
الله يطول لكم، الله يطول لك العمر، الله يسهل عليك وبارك الله فيك، حققتي لي هذا الحلم وفرحتيني، بغيت ربي يسهل عليك، بغيت ربي يسهل عليك. عزتي شويه غير مدنبكي انا والله العظيم. شكرا الله يرحمك الوالدين. انت مشاهدينا الكرام اروع الاشياء، من فرج ضيق الله من فرج ضيق احد فرج الله ضيقه. والله العظيم اللي تالمت مع الامنيه ديالها انه توصل هذا الصباط لابنه ديالها اللي عندها الاعاقه. هذه هي المعلومات اللي عطاونا الحمد لله كما وعدتنا. غادي نشري الصباط لما تيقشونيش، عندي فيديوهات ديالها، عندي كلشي نلوحهم ليكم وتشوفوه. اللي بحثوا في الموضوع قرابين ليك واخا انت ما تعرفيهمش، مأكدين وهذا الشيء مأكدين منه، وانا معاك وغادي نشوفوك مازال ان شاء الله مره اخرى. مشاهدينا الكرام دورنا هو المساهمة في خلق الفرح والسرور لهاد الناس. حنا كنضرو عندها في الكوزينة كتخدم جوج حوايج، كتساعدهم في الطياب وكدير الميناج، عندها جوج بنيات فيها مرا وراجل. مشاهدينا الكرام يعم الفرح صراحة في هاد الأم وفي البنيتات ديالها. يا ربي إلا كتب ربي وشرت لها هاد الصباط وتوفقت فيه. مشاهدينا الكرام حلقة أخرى إن شاء الله، تبعوا معايا.